شهد مقر فرع مكتبات شركة بوردرز بالعاصمة الأمريكية واشنطن يوم الأربعاء السادس من شهر مايو الجاري حفل توقيع رواية ابن سري للكاتبة المغربية ليلى العلمي، وهو النشاط الذي أشرف على تنظيمه كل من نادي واشنطن المغربي بالتعاون مع مؤسسة بوردرز. ليلى العلمي المقيمة بولاية كاليفورنيا أتحفت الحضور بقراءة مطولة لفقرة من رواياتها الجديدة، والتي تتناول ظاهرة الحمل خارج مؤسسة الأسرة في المغرب. هاد السيدة اللي الأم ديال يوسف عاشت كل حياتها وهي كتحاول باش تخبي على ولدها كيفاش تزاد كيفاش، إذا طول حياتها وهي كتكذب على الناس. راه كان راجلها مات، بدلات المدينة، كانت كتعيش فاس بدلات، مشات كتعيش في الدار البيضاء باش ما يسقط لها حتى حد حتى شي خبر، حتى دارهم ما مشات، حتى حاجة ما وقعت. إذا طبعا لأن هذا عندنا ما كيتقبلوش. إشكاليات عديدة في فنون الكتابة الأدبية وتضاد التوظيف اللغوي وما يترتب عنه من اختلاف في فهم المعطى الاجتماعي الإقليمي وغيرها من القضايا تمت إثارتها خلال المناقشة التي ساهم فيها جمهور الحاضرين من أمريكيين وعرب، وانبرى خلالها سؤال الهوية ليشكل العنصر الأساس في عمل أدبي يناقش قضايا المجتمع المغربي بلغة لا تشكل عنصرا من عناصر التواصل داخل هذا المجتمع. أنا مثلا ما قريتش الكتاب ديال ليلى العلمي، ولكن الشابتر اللي قرات لينا دابا كيعطيني واحد سميتو الانتوسياسم نمشي نقرا، نمشي الحماس نقرا الكتاب ديالها. واللي تم انتباهي انها تتحدث بزاف على القضيه ديال الهويه وازدواجيه الهويه، وحتى لغويا انا كنشوف ان اللغه ملي واحد كاتب مغربي كيكتب واحد اللغه اجنبيه كيشوف الواقع من خلال واحد فلتر. الكاتبة المغربية ليلى العلمي تألقت بقدرتها الكبيرة على التحاور والتعاطي مع مواضيع متعددة، كما أوضحت ذلك أجوبتها للحاضرين مقدمة صورة مشرقة للمرأة المغربية والعربية عموما، لتحفر اسمها فوق خارطة الإنتاج الأدبي العالمي ولتلتحق بكوكبة من المبدعين المغاربة والعرب الذائعي الصيت عبر كافة أرجاء المعمور. محمد سعيد الوفي، قناة المهاجر، واشنطن.